السلام عليكم. في فيديو دقيقة مع آلاء اليوم راح أسوي معاكم صلصة الفلفل الحار. لو حابين تعرفون كيف سويتها تابعوا معي. راح نحتاج إلى طماطم وثمان حبات تقريبا فلفل حار، وفلفل رومي مقطع المكعبات، ملعقتين كبيرة زيت نباتي، وفص ثوم، رشة ملح وفلفل أسود، وملعقة كبيرة معجون طماطم. بالنسبة للفلفل راح نقص الراس وننظفة ونغسلة وبيكون جاهز عندنا. طبعا أنا كثرت، حطيت 8 حبات لأن أبغى يكون مرة سبايسي. لو تبغونه يكون أخف حرارة قللوا عدد الفلفل. في محاضرة الطعام راح أحط كل المقادير عدا معجون الطماطم والزيت، يعني راح نحط الفلفل الحار وفلفل رومي والطماطم والثوم، نخلطهم مع بعض. ثم في قدر على النار راح نحط الزيت النباتي ونحط الخلطة اللي خلطناها، نحركهم مع بعض ونخليهم يتسبكون على النار. بعد كذا نحط المعجون طماطم والملح والفلفل الأسود، يكونون جاهزين عندي. نحفظها في جار في الثلاجة تقعد معانا تقريبا شهر وبس. بالعافية عليكم، وأتمنى أنكم حبيتوا الوصفة. يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسوا سبسكرايب ولايك، مع السلامة.